واش انت عندك اخويا 45 عام وكتقول لي بو الياس واش اخبارك حسن؟ عطيها بنتي بنتي اهلا تقدر كيف تنصافي تقدر الله يحفظك يا بنتي تقدر تقدر تنصافي المهم حنا من لي فانز ديالك سلام عليك اضحك معك بغيت ندير لك كاميرا كاشي بغيت ندير لك كاميرا كاشي الله يحفظك وينورك الله يعطيك صحتك ايوا كي دايره انت بخير اش اخبارك الحمد لله ربي يخليك كي داير انت كي دايره صحيحه الامور هانيه كي غادي معاك هاد العفيريت كي غادي معاك هاد العفيريت والله الا داوي معاك من نيتي مالو عليكم عليكم السلام كي دايره بخير لا بس الحمد لله انت بخير الحمد لله وشكره الانسان ملي تكون عنده صحيحته راه يحمد الله وشكره في اي لحظه وفي اي مكان يا داكشي اللي كاين الحمد لله على كل حال شبهتي ليا مع واحد الممثله كان مجوج بها ولد فلان عايشه في كندا نرجس الحلق ياك هذيك مولا قصه واش سميتها اللي كتشربي فيها بيبسي هذيك راه كاينه في مصر دخلت المغرب دخلت من الشمال دخلت المغرب راه خايبه هذيك كدير السرطان هذيك الله يحفظ انا اول مره غير بغيت نعمل فيديو صافي راه كدير السرطان هذيك راه من مصر وحاربوا حيدوا مع منتوج مصري هذاك واش حنا ندعموا المنتوج المحلي ولا المنتوج المصري حيدي هذيك راه كتجي من مصر في الميك وكتسخن وكتبقى وهي في البلاستيك ايوا الله يحفظ انا غير جربت صافي اول مره شفتها وما عجبنيش الشكل ديالها صافي ما بانت لك حمرا انا فهمتك اتيلاتك اتيلاتك ايوا فين ساكنه انا في تطوان تطوان مي بغيت تستافد مي غنستافد قالوا لك بغيت قالوا لك زعما بغاوني نستافد انا كنقول لهم لا كنقول لهم لا مشي دابا مشي اي استفاده الدراري خاصك تستافد في اي انت كاين اللي خاصك تستافد منهم وكاين اللي خاصك تستافد منهم شويه ملي كنت غضرب على الطريق فهمتي وتقومي على شويه لا 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 ماشي طلعوا الفنان المغربي اكتشفوه